بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذه الليلة وفي هذه الندوة، في هذا الديوان الذي دائما ما يكون له المواقف تجاه البلد والدفاع عن المواطنين وعن حقوقهم. اليوم أتينا وحددنا هذه الندوة على أساس رحمة الله عليه سعود الجويعد، ونعزي أهله وإخوانه الحاضرين اليوم بيننا، ونسأل الله عز وجل يرحمه ويغفر له. لكن حادثة سعود الجويعد طلعت حوادث أخرى. عبد الله العامر من 20/8، لكن متى طلعت ومتى أعلنوا عنها بتويتر ومتى تكلموا أهلها ومتى اكتشفوا هذا الأمر إلا بعد حادثة سعود رحمة الله عليه. بداية الأمر يعني عائلة الجويعد من أقرب الناس لي، أنا قريب لهم جدا يعني، وذهبت أنا وأخوي أبو سعود لأداء العزاء حق القرابة اللي بيننا وبينه. فلما حضرنا العزاء عندهم بالجهرة، وجدنا والده وأخوانه وأعمامه وأبناء عمومته والعائلة كلهم، وأخواله أيضا كلهم طلبوا منا أن نقف معه. قلنا حنا معكم، تعرفون نحن لسنا نوابا، لكن اللي تامرون فيه حنا حاضرين وجاهزين لكم ولجميع مواطن كويتي ولجميع مظلوم سواء بالكويت أو خارج الكويت. فتم تحديد هذه الندوة من أجل سعود، لكن سعود رحمة الله عليه يبدو أنه صاحب فضل حيا وميتا، فانكشفت الأمور لعبد الله وللكندري رحمة الله عليهم بأن خرجت أخطاء الطبية وإجراء وزارة الصحة بعد حادثة سعود. كنا نطمح يعني مواطنين، لكن احنا نعرف مجلس الوزراء ما منه فائدة، مجلس الوزراء شاطر يخرج بيان وتنديد إذا ضرب واحد ساقط تافه سفيه لا يسوى الزبالة الله يكرمكم، ما يسوى، هو أدى من الزبالة. يخرجون بالتنديد عندما يضرب هذا السيء التافه السفيه، يضرب في ديوان، يقوم مجلس الوزراء يخرج بيان من أجله وهو ما يستحق، يسب الناس، يسب أبناء القبائل أبناء العوائل، يطعن في شرف أبناء الكويت، مجلس الوزراء يخرج له بيان وتنديد، لأن مجلس الوزراء هذا اللي مثله، هذا وأشكاله السيئة الردي. لكن أبناء الحمائل والعوائل والقبائل الشريفة لا يتشرفون بمجلس سيء يدافع عنه نبيل الفضل وأمثاله. ما همهم المواطن ولا همتهم أرواحهم، ولا ترى هميناهم، وحنا آخر اهتمامهم المواطن. والدليل الدولة الآن في انحدار شديد، ونحن نعيش في نفق لا نعلم ما هو نهايته، الله يستر. يجيبون الأطباء بعقود ولا ندري من هو صاحب العقد ولا من هو المستفيد وكم أخذ على الرأس الطبيب. بعضهم يعني نسمع أحاديث بأن وزارة الصحة والمسؤولين والوزير لا يبحثون إلا عن مصالحهم الخاصة، وقد قيل أن هناك يعني موضوع في قضية جلب الممرضين، واحد أصحاب العروض المتقدمة يقول طلبوا مني على كل رأس 1000، بجيب 300 ممرض كل رأس 1000، يعني 300 ألف،
ما همه كفاءة الممرض ولا لا، يبي الفلوس يقبض وبعدين خلى يعبث في أرواح المواطنين، ما همناهم. لذلك مستشفياتنا سيئة. أنا يا أخوان أستثني الأطباء الشرفاء أصحاب الخبرة والكفاءة، وأستثني أيضا الممرضين الذين أيضا يعملون بكفاءة، هؤلاء لا يمسهم الكلام، بل هذولا نحن نفتخر فيهم، حنا نتشرف فيهم، أطباء كويتيين أو غير كويتيين، لكن حنا نتكلم عن الذين يأتونهم يجلبونهم من البلاد برا مقابل صفقة ومصلحة شخصية. وين يحطونهم؟ يحطونهم في المناطق الخارجية، في الجهرة وفي العدان، لا وفوق هذا يحطونهم في أقسام الطوارئ والحوادث، أخطر الأقسام، والمفروض ما يجيها إلا طبيب متمكن متمرس صاحب كفاءة، لأن الناس يأتون في حالة شديدة ويريد أن يعالج الآن، فيحتاج إلى طبيب فاهم ذو خبرة. يقطونهم في هذه الأقسام في المستشفيات الخارجية. وترى كذاب اللي يقول أن الذي يتعاقد بعقد خارجي جوازه معاه يسافر على كيفه، لا. أنا يحكي لي مدير مستشفى من المستشفيات يقول ما هو صحيح يا أبو حمد، حتى هذا الذي جاء بعقد تجربة لمدة 3 شهور ما يطلع إلا بورقة تصريح خروجية من مدير المنطقة الصحية. هذا تواطؤ، أنا أقول تواطؤ بتهريب هذا الطبيب، هو تواطؤ في الجريمة في قتل سعود رحمة الله عليه. المجرم الحقيقي يا أخوان مو الطبيب، الطبيب هذا جاي بمصلحته، يبي له معاش، يبي يستفيد، يبي كدله على العائلة سواء في بلده اللي جاي منه. المجرم الحقيقي اللي يجلب هؤلاء الأطباء يعبثون بأرواح المواطنين. وترى وما خفي أعظم حوادث الموت، هذا اللي عرفنا يمكن خلال الفترة هذه، لكن حوادث الإعاقة والشلل والمصائب الأخرى التي يسببونها ما نعلم، ما لها إحصاء ولا يمكن لأحد أن يحصيها. يعني يحكي لي أحد الإخوان قبل قليل يقول في الشؤون في مكان اسمه السلام، ذا قسم اسمه السلام، أحد المعاقين ذهنياً طلبت الممرضة من العامل أن يأتي لها بماء، فجاب البطل قريب عنده، بطل مادة للتنظيف معقم، فأعطتها الحبة وشربها، وبالتالي ساح حلقة كلها ساح، وتوفي على طول هذا المريض. شنو صار؟ بنفس الليلة سافرت الممرضة وطاحت الجريمة برأس هذا العامل، والممرضة سافرت، وهذا دعبهم. يعني في حد الميمون رحمة الله كادوا أن يسفروا الحارس لو وقوف الإخوان الشرفاء في مجلس 2009. واليوم في قضية سعود الجويعد رحمة الله عليه هرب الدكتور، بل هرب. احنا نقول المجرم الحقيقي هو الوزير، هو الوزير الذي يدير هذه الوزارة ويجلب مثل هؤلاء الممرضين. المجرم الحقيقي في البلد مجلس الوزراء، وعلى رأسه رئيس الوزراء الذي دمر البلد وجعلها تصل إلى هذا المستوى الذي جعل المواطنين كلهم في يأس وفي غضب وفي يعني عدم رضا على الوضع الحالي. وبالتالي يخرج لنا نواب نشكر الوزير، ايش تشكر عليه؟ على قتل المواطن تشكره؟ على شخص يرشيك في معاملة سفر بالخارج، علاج بالخارج لأحد ربعك؟ هذه هي الرشوة. رشوة الوزير لما يرشيك في هذه المعاملة يسكتك ويلجمك، ما تقدر تتكلم. ما همك سعود الجويعد، ولا همك عبد الله الثام العامل، ولا همك الكندري، همك علشان تسفر فلان يروح سياحه، ولا يروح حتى لو كان مريض يذهب، لكن اهم شيء ما تخسر صوت فلان، علشان الوزير ما تخسره في هذه المعاملات، اما ارواح الناس ما همك، اخر اهتمام. ونشكر الوزير على تشكيل اللجنه، اي لجنه؟ لجنه لم تباشر عملها الا بعد وفاه سعود رحمه الله عليه بثالث يوم من وفاته باشرت، ولم تبدأ أول اجتماعاتها إلا بعد سفر الطبيب وهروبه. يا أخوان حنا يجب أن نتصدى لمثل هذه الجرائم. الوزير العبيدي هو المسؤول عن كل ما يحدث وهو شريك في هذه الجريمة، ولذلك استقالته مستحقة
بل إنه يجب أن يكون من ضمن المتهمين في قضية قتل سعود الجويعد رحمة الله عليه. وزير الداخلية استقال في قضية الميموني، معصوم المبارك استقالت في حريق الجهرة. ليش أنت؟ للحين المصالح ما خلصت، ما بردت شبدك من الوزارة إلى الآن، إلى الآن ما همك المواطنين، تبي هالكرسي. لكن يا أخوان يجب أن نستمر في كشف وفضح هؤلاء المجرمين الذين يدمرون البلد. ترى إذا ما أقيمت مثل هذه الندوات ومثل هذه الجلسات لكشف فساد الحكومة واستهتارها بأرواح المواطنين، والله يستمرون، وبكرة ما ندري أي واحد فينا راح يجي الخطأ الطبي، أو أي واحد فينا راح يموت بسبب من إهمال الحكومة وعدم اهتمامها بالمواطنين. لذلك نحن نشكر لكم حضوركم، واليوم نحن نقف مع كل مواطن ظلم أو انتهك حقه من خلال مسؤول أو أي شخص كائن من كان في هذه الحكومة. فيجب أن نتوحد من أجل مصالحنا، من أجل أرواحنا وأرواح أبنائنا يا أخوان. القضية اليوم سعود، وأمس عبد الله العامر والكندري، بكرة ما ندري، ولا ندري عن أسماء أيضا لا نعلم لها وما خفي أعظم. نشكر لكم حضوركم، ونشكر أخواننا أبناء الجويعد على حضورهم وطلبهم لكشف ملابسات القضية، لأن القضية ليست لا تهمهم لوحدهم، وإنما تهم المجتمع كله، ويجب على المجتمع كله أن يقف في هذا الموقف. شكرا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.